اذا مره ثانيه نرسم الاس بلين راح ارسم الزد بلين. انا عندي هون الاس بلين، الاس بلين عندي هون سيجما اللي هي الري بارت وحدتها راديانز بير سكندز، عندي هون جي اوميجا وحدتها كمان راديانز بير سكند، وهي هي طبعا هون الايماجينري بارت وهذا هون الري بارت. واي قيمه للكومبلكس فريكونسي بامكاني امثلها على هذا الخط. عندي هون قلنا السيستمز لسيجما هون بوزيتيف يعني سيجما اكثر من زيرو، يعني اي اذا عندي بولز هون بكون السيستم انستيبل، بكون السيستم ستيبل هون اذا كان عندي هون سيجما اقل من زيرو، وعلى الخط نفسه سيجما بتساوي زيرو. يجينا عملنا مابينج لهاي، استعمل هون استعمل شويه الوان، راح اغير لون هذا الخط للاحمر. وهذا الخط اللي هو سيجما بتساوي زيرو، هذا الخط راح اخذ هون طول مقدار واحد. اذا هلا عندي صار هذا الخط من هون وهاي النقطة سميها النقطة A في الأوريجن، راح تكون النقطة هاي موجودة هون لأنه عندها سيجما أوميجا تي تساوي زيرو. طبعا هذه هون تي اس، خلينا نسميها تي اس، تي اس اللي هي أنا حطيتها تي اس عشان أذكرك إنه إحنا بدنا نثبتها الآن، بدنا نثبت تي اس، فصارت تي اس هي السامبلينج تايم اللي هي سامبلينج تايم إن سكندز. وعندي طبعا بامكاني احكي عن اف او اس، بامكاني احكي عن اوميجا اس. شو العلاقه بين هذول؟ اف او اس شو بتساوي؟ واحد على تي اس وحدتها طبعا ارتس. اوميجا اس شو بتساوي؟ وايش وحدتها؟ ريديانز بير سكند. هلا قبل ما اكمل عشان نفهم المابينج مضبوط بدنا نتذكر شغله، ذكرنا شغله اسمها نايكويست سامبلينج ثيوري. نايكويست متذكرينها؟ حد متذكرها؟ غير نادين؟ نايكويست سامبلينج ثيوري، ايش بتقول النايكويست سامبلينج ثيوري؟ ناسينها؟ نايكويست سامبلينج ثيوري بتقول انه لازم اذا بدي اعمل سامبلينج لسيجنال لازم اعمل سامبلينج على فريكونسي بتساوي ضعف اعلى فريكونسي موجوده بالسيجنال. ماشي؟ متذكرين؟ يعني ما بصير عندي سيجنال فيها محتوى بفريكونسي اوميجا ماكس، يعني افرض انه في عندي سيجنال، السيجنال او السيستم هذا الفريكونسيز فيه اوميجا ماكس راديانز بير سكند، قديش لازم تكون اوميجا اس مقارنه مع اوميجا ماكس؟ ضعف. اذا لازم تكون هاي مساويه لاثنين اوميجا سب ماكس، يعني ما بصير اعمل سامبلينج لسيجنال، وايش بصير اذا عملت هيك؟ ايش بصير اذا بصير عندي شيء اسمه اليسنج، باخذ اعمالي ما باخذش المعلومات الصحيحه الموجوده بالسيجنال. اذا ما بصير يكون عندي السيجنال اذا السيجنال فيها اوميجا ماكس، لازم اوميجا اس تكون على الاقل مساويه لاثنين اوميجا ماكس. اذا هون راح ارسم بالخط الاخضر، خلينا نرسم هون بالخط الاخضر عشان نشوف ايش الخط الاخضر اللي بقابله هون. راح ارسم إذا في خط هون ماكسيمم ما لازم تزيد عنه، وهون في خط ماكسيمم كمان ما لازم تزيد عنه، ما لازم تطلع عندي أوميجا عندي بالسيجنال هاي، لأنه إحنا قلنا السيجنال هاي أنا عملت لها سامبلينج على، إذا هذه راح أسميها بلس أوميجا ماكس، وهاي راح أسميها ماينس أوميجا ماكس، بس هي هاي شو بتساوي أوميجا ماكس؟ 2 أوميجا 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 ماكس بتساوي؟ أوميجا ساكن نص أوميجا إذا هذا بيساوي أوميجا إس على 2، بس أوميجا إس شو بتساوي؟ 2 باي على تي إس، إذا أوميجا إس على 2 شو بتساوي؟ باي على تي إس. الأخضر هذه خلينا أكتبه بالأسود. يعني خلينا الخط بالأخضر، بس خلينا أكتب هذا بالأسود، فهذه عندي هون أوميجا ماكس تساوي اوميجا اس على 2 وتساوي باي على تي اس، وهذا هون عندي ماينس اوميجا ماكس وتساوي
تساوي ماينس اوميجا اس على 2 وتساوي ماينس باي على تي اس. اذا المنطقه اللي بدي اعملها مابينج من هون مش كل شيء هون ولا كل شيء هون، محدوده بالمنطقه من هون لهون، ماشي واضح؟ هاي نقطه مهمه. بعدين عندي هذا الخط الاحمر وينه هون؟ موجود؟ اذا هذا مش رح يدخل معنا. صار عندي هون محدود هذا الخط الاخضر هون والخط الاخضر هون. هلا لاحظوا هون هاي لما تزيد الزاويه لما كانت هون اوميجا بتساوي زيرو، وين اوميجا بتساوي زيرو هون؟ عند الاي. عند الاي، وين الاي هون؟ هي. اذا هون عندي اوميجا بتساوي زيرو عند النقطه هاي. اوميجا بدها تساوي هلا هون رح تزيد عندي اوميجا رح تساوي تطلع لهي القيمه وبعدين رح تطلع لهي القيمه. هلا احنا قلنا اعلى فريكونسي موجوده بالسيجنال ايش كانت؟ اوميجا ماكس. واذا جيتها من هون شو بتكون؟ ماينس اوميجا ماكس. بس اوميجا ماكس شو بتساوي؟ اوميجا اس على 2 وتساوي باي على تي اس وتساوي ماينس باي على تي اس. اذا هاي النقطه شو بتساوي؟ هذه نص باي على تي اس وهي ماينس نص باي على تي اس. وهي هون بتصير عندي. اذا هاي النقطه وهاي النقطة وين راح يكونوا هون؟ لاحظوا هاي النقطة وين جاي على مين جاي؟ نص. اه بس هون جاي على أي خط؟ الخط الأحمر، إيش الخط الأحمر؟ سيجما زيرو. سيجما بتساوي زيرو، وين سيجما بتساوي زيرو؟ الخط هون. الخط الأحمر. هاي بوزيتيف أنجل. إذا وين راح تيجي عندي هون؟ هاي راح تكون إيش؟ أوميجا ماكس على 2 مضبوط. هذا كله من هون راح يكون عندي اوميجا ماكس على 2 وهي النقطه نص اوميجا ماكس على 2 وهذا راح يكون عندي الخط هذا. لو جيت الان اخذت سيجما بتساوي ناقص 1، لاحظوا شوف السؤال، سيجما بتساوي ناقص 1 قديش راح يكون طول زد؟ نذكر حالنا زد شو بتساوي؟ e to the sigma t مضروبه في e to the j omega t. احنا قلنا دائما e to the j omega t قديش طوله؟ واحد. اذا كانت سيجما بتساوي ناقص 1 قديش رح تصير عندي؟ ماينس. e بتصير ماينس ماينس 1 في تي اس يعني، مش هيك؟ e to the minus 1 اطول من 1 ولا اقل من 1 رح يكون؟ اذا رح يكون هون في عندي دائره، خليني ارسمها بلون الأزرق. هذا هون أصغر من واحد اللي هو e to the minus 1 في شيء. وين هاي راح تكون؟ وين سيجما minus 1 هون؟ هذا الخط الأزرق وينه موجود هون؟ هاي هذا الخط الأزرق موجود هون. لو جيت أخذت هلا ناقص 2 سيجما ناقص 2 سيجما ناقص 3 إيش راح يصيروا هذول؟ بتظهر الدوائر. خلينا نفترض ان اخذ الاي تو ذا ماينس 2 وخلينا اوقف عند اي تو ذا ماينس 2 هون سيجما بتساوي ناقص 2 سيجما بتساوي ناقص 1. طيب اذا اخر سؤال، بس اخر سؤال رح امحي هاي الاي تو ذا ماينس 1 وراح امحي السيجما ماينس 1. المستطيل هذا وين صار؟ جوا الدرج. لا بنهاية. هي شو اسمها هاي؟ ايش اسمه هذا الشكل؟ هذا الشكل شو اسمه؟ كعك دونت، مش هيك؟ هذا المستطيل تحول لايش؟ لدونت. كاني مسكت هذا المستطيل، هي الخط الاحمر هون، هون عندي هذا المستطيل كاني اخذته هون وتحول عندي هون، وهذا المستطيل كانه تحول عندي كانه هون، فاحنا عملنا لهي المنطقه، طبعا هاي ما راح تسكر الدونت، ما راح تسكر تماما الا اذا ايش مديت هاي المنطقه؟ لمايس انفينيتي. هذا ما راح يصير زيرو، ما راح يصير مركز النقطة وتسكر الدونت هاي تماما لحد ما الخط يروح لمايلس انفينيتي. هذا الخط الأحمر وينه؟ إذا صارت سيجما بوزيتيف إيش راح تصير عندي في الدائرة؟ تبدأ تكبر من هون لأنه راح يصير إي بوزيتيف، إي تو ذي المرفوع البوزيتيف.